صافي كنهزها بحال هكا بحال هكا كنشوف سهل كتجي واعره خطيره كتجي مقاده ورائعه. كنشدو هاد المعلقات كنديرهم هنا وكنديرو الكاكا شي حاجه خطيره. شوفوا كيفاش كيجي الشكل ديالها. انا نقطع معاكم دابا بالنسبه لهاد البيض خاوي كنشدهم وكنقاد ليهم بحال هكا كيولي بحال هكا. شوف كنقلبوه كنقلبوه وما كيهبطش. هذا انه نجح. السلام عليكم مشاهدي الاعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ صباح الخير. كيصبحوا كلشي بخير، نهار جديد وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله بحول الله غنصور معكم فيديو زوين. اول حاجه شنو درت؟ جيت تقديت الفطور ديالي في الباريزيان. عرفتوا علاش في الباريزيان؟ حيت السيمانه الجايه غادي ندير ريجيم، يعني كنقول انني هاد السيمانه ناكل اي حاجه كتعجبني. حيت السيمانه الجايه غندير ريجيم صافي، غادي يعني الماكله غادي تقاد، غنولي ناكل بالعبار، كلشي بالعبار على قبل صحتي وصافي. ومشيت تقديت تشهيت كاشر والباريزيان، وقلت غادي نصوب تيراميسو بطريقه صحيحه، الطريقه الصحيحه ديال التيراميسو. ما لقيتش الجبن اللي كيدار في التيراميسو، جبت غير هاد الجبن ماشي مشكل. وهانتوما معايا احبابي، اليوم غندير معاكم واحد التيراميسو خطير وبارد كيجي ديال الصيف. بالنسبه للكاشر عارف ماشي صحي، ولكن غادي ناكلو اخر مره وتشهيتو. دابا المشكل فين كتقرب ديال الريجيم وكتبغي تشهى شي ماكله ما كايداش. هانتوما غادي ندير كاشير والفرماج صافي، هادشي باش غادي نفطر وسميتو اتاي بالنعناع. انا غنمشي نفطر ونرجع معاكم نصوبو تيراميسو، شي حاجه واعره بزاف. الحمد لله فطرنا حبابي، دابا غنصوب معاكم تيراميسو كيف وعدتكم. غنقول لكم الاثمنه شحال خديت باش نتوما تعرفوا. اجو معايا حبابي هنايا، هادي خديت كل وحده ب 10 دراهم، فيها 200. هادي كل وحده ب 10 دراهم، يعني هاد جوج ب 20 درهم. دابا غادي نطلعها، وتقدروا تطلعوا غير بالطراب اليدوي، حيت شحال هادي ما كانش عندي الخلاط الكهربائي. هذا دار شي 80 درهم، انا ما غاليش بزاف، دار شي 1600 بحال هكاك صافي. طربوها، ولكن ماشي طربوها حتى تولي قاصه، غير كريميه. كنشد هنايا ثلاثه البيضات، كناخذ لهم الصفار ديالهم والبياض كنعزلو بوحدو، وكنشد داك الكاسرونه كندير فيها الماء. هاد الصفار البيض غنديروا ليه حمام مريم باش يتعقم وما يسيحش لينا في تيراميسو، وحتى ريحه الزفوريه ما تجيش فيه بزاف وما تجيش ريحه الزفوريه نهائيا. درت هنايا جوج كيس فاني، يعني اللي كانت عندكم فاني السائله يمكن لكم ديروها، وثلاثه المعالق سكر. انا نسيت ما درتهاش حتى الاخر، عاد درتها. انتم ديروها في هذه المرحله وبقوا ديروه فوق العافيه، يعني فوق البوطه، وبقوا تحركوا فيه، ما تحركوش من حداه تقريبا شي 5 دقائق او 3 دقائق حتى يولي اللون ديالو ابيض. ها هو اللون ديالو ولا هنا ابيض، غادي صافي غير غادي يولي اللون ديالو ابيض. غنبقى نحرك فيه شي دقيقه مازال، وغادي نطفي عليه العافيه. هنا زدتو السكر، يعني نتوما السكر ديروه في الاول مع فاني، في الاول ديروه مع فاني صافي وخلوه يبرد. دابا غادي نطيب الخبز، راه ما عجنتوش معكم حتى ديما كنعجنو معكم. بالنسبه للخبز راه خصنا كل نهار نديروه، كنحاول اننا الفيديو يكون فيه ما يدار، يعني يكون فيه تنوع صافي. كنديرها بحال هكا، وميمي راه بغا يخرج. الناس اللي كتسولني على ميمي، انا نوريه لكم دابا. ها هو ميمي، وهذا ميمي، ها هو بغا يخرج. شو هذا بغا يخرج، كيتسنى في الباب نحلو ليه الباب. هانتو صافي خرج دابا، غيطلع للسطح. توقف مع حبابي. كنشد ثلاثة بياض البيض اللي خليت في الاول، كنزيد عليهم مليحة الملحة، وكنطلعهم بالطراب الكهربائي. انتم يمكن لكم ديروا اليدوي، انا ديك الشحال هادي كنت كنديرها اليدوي، وقسما بالله احبابي حتى كنت كنطلعو غير بهذاك اللي كنستعملوه. هنا شديت بان في غير لكم طلع شوية بحال هكا، هذا يمكن لكم تزيدوا عليه السكر، ثلاثة المعلقات السكر باش يجي الذوق ديالو. وهذاك تيراميسو ما يجيش باسل، يعني يجي الحلويه هذيك ما يجيش حلو وما يجيش مسوس. ها انتم حبايب كيفاش كيولي بحال هكا، يعني هذا هو بياض البيض كيولي بحال هكا. شو كنقلبوه كنقلبوه وما كيهبطش، هذا انه نجح. وهذا الفرماج داير 11 درهم،
في 190 غرام. اي فرماج متوفر عندكم او جبن خاصكم ضروري يكون جبن، وهذاك الفرماج اللي معروف ديال تيراميسو هذاك يمكن لكم تستعملوه. انا متوفرش عندي وحاولت انني اقتصدت شويه، درت هذا الجبلي دير 11 درهم في بيم. غادي نحاول انني ندوره غير شويه تقريبا دقيقه ما كاملش بحال هكا باش يولي كريمي. صافي بحال هكا خاص يولي يعني الكريمي باش ما يبقاش فهاديك الحبيبات. غادي نشدو هذاك البياض البيض غادي نزيدو عليه جبلي تدريجيا يعني باش ما يهبطش لينا هاد البياض البيض ديالنا بحال هكا شويه نزيد بالمعلقه بالمعلقه بحال هكا دابا غادي ندير هذيك الصفار البيض غير بشويه تاو تدريجيا بحال هكا بحال هكا تبقاو تحركوا غير بشويه باش يبقى لكم هذاك ديالكم طالع دابا غندير كريم شونتي حتى هي غادي ندير هادو فوعات ماشي كلها في دقه واحده بحال هكا شويه بشويه ونخلط شويه بشويه ونخلط هالوكا كندير الكميه كامله ولكن غير بشويه هنا غير الفيديو مزرب كيبان لكم باليد كنحرك بالجهد. هاد الطريقه عطاه لي واحد السيد كان عايش في الطاليان مده كبيره وجا حل ريستو وخدمت معاه. صافي كنبقاو نديرو كميه بالكميه يعني ما نخوش كريم شونتي عليها بدقه واحده اللي درناها راه صافي تهبط لينا ما تبقى لا كريمه لا والو. هانتوما بحال هكا كندير شويه بالنسبه لك لا كريم درنا هي يبرد يشد في راسو وفي الوقت اللي كيبرد لاكريم حنا كنصوبو في هذا الشيء. هذا راه شريتو 260 كتشدو تكثروا هو سريع الذوبان ديروا كثيره شويه بحال هكا كميه كبيره باش هذاك البسكوي يجي في مذاق القهوه مجهده بحال هكا. غادي نحاول انني ندير كميه كبيره وغادي ندير الماء سخون. اي مول عندي مربع ولا مدور انا شديت هذا درت ليه ميكا لتحت هانتوما احبابي درت ليه ميكا لتحت غادي نديرو بحال هكا في هاد الميها وغادي نشدو نديرو بحال هكا نوريك. يمكن لكم ديروا غير هرانيس او بيسكوي اي بيسكوي متوفر عندكم ولكن من الاحسن انه يكون صابلي صابلي ولا هرانيس اللي ما كانش متوفر عندكم هذا وصراحة كيجي زوين بزاف كنبقى نقاد فيها بحال هكاك. بالنسبة للبلايص الخاوي كنشدهم وكنقاد لهم بحال هكا كنشد البسكوي بحال هكا نديرو في القهوة ونقاد يعني مخصش يبقاو ديك البلايص كثار خاوين. دابا هاهي الكريمة ديالتنا غادي نديروها على البسكوي اللي صوبنا هانتوما حبايبي اجي تشوفو بحال هكا كنشدو قادها وغادي نشوف واش خاص نزيد ولا لا. ديرو بحال هكا اما البسكوي راه فيه جوج نديرو واحد لتحت ونخلو واحد نديرو على الفوق. غادي نعاود ندير البسكوي الفوق نديرو في القهوه سخونه وندير له بحال هكا يعني ما غيكفيناش غادي نحاول انني نوزعو بحال هكا واخا بعيد على بعضياتو ماشي مشكل يعني خاصها تكون عندنا حنايا طبقه ثانيه. وتقدروا غير ديروا اي بسكوي تشدوه وطحنوه بحال اوريو او هذاك البسكوي بالكراميل ودردروه عليها عادي يمكن لكم ديروا طبقه ثانيه لكم الاختيار تفنوا فيها وديروها الطريقه اللي حبيتو نتوما. تكون عندكم غير كريمه زوينه وديروا اي حاجه بغيتو تقدروا ديروا تشيز كيك بها ديروا اللي بغيتو. انا كنحاول انني خويتها هنا حتى راه ما طلعت لا والو في خويتها عليها يعني الكريمه شاده في راسها يعني ناجحه. ولي بغيتو نصوب معكم النوكا غير قولوها ليا. صافي انا قاديت غير بهذا بحال هكا ولا باش موس تحاولوا على الجواني باش تقادو باش يجيكم قاديون فينيا بحال هكا. صافي وغندخل المجمد تقريبا 5 السوايع درت ليها الميكا من تحت يعني باش ما تخرج ليا لا والو اصلا هي ما غاديش تخرج حيت كريميه. غادي نخليها 5 السوايع في الثلاجه وغنرجع معكم نوريكم الشكل النهائي ديالها كيداير. غنديرها في الفريغو هانتوما حبايبي كيفاش كتجي واعره بزاف بقاو معايا. دست هنا صوبت الغديوه درت الزيت
بصله كبيره مقطعه، شويه الملح وشويه الثومه. اما ديك الكلاصه درتو غير ساعه ونص في الفريغو وجبدتو لقيتو تصاوب. هنا صوبت اتاي بالنعناع، هاد الغديوه لخوتي، درت النعناع ودرت السكر. راي واحد كيعرف يصوب اتاي غير وريتكم هاد الغديوه ديالنا المتواضعه. صافي هنا راه تحرات ديك البصله، زدت عليها الثومه. الثومه خصني نديروها في الاول، انا غير ما كنت كنصوب في اتاي خفت تجي فيه الريحه. ودات مرقاز يطيب يعني صوصيس. صافي بعد ما طاب صوصيس حيدتو وشديت هذيك الطوماط سوريس طحنتها في الطحانه حيت ما توفرش عندي مطيشه العاديه. العطريه غير سكنجبير، الكمون، التحميره، الكركم والمليحه. هنا ورقه سيدنا موسى، وخليت طيب لي هذيك المطيشه. بعد ما طابت شويه درت ليها الكفته وقطعت هذاك الصوصيس ودرتهم الفوق، ودرت قزبر معدنوس. هنا راه طاب اتاي شوجه مشحر، خلي اتاي ديما طيبته هو الاول وخليته يرتاح. بعد ما طابت صبت لهم الغديوه ديالتهم وعيطت عليهم يتغداو، كتجي زوينه صراحه في الصحه والراحه. تقريبا خليتها ساعه ونص وخرجتها من الفريكو. غادي نوريكم كيفاش غادي نحيدها. اجو معايا حبايبي، تشدوها ديروا لها بحال هكا عادي، ما تخافوا منها لا والو. انا حليتها من هنا حيت عندي هذه مكوانسيه، حليتها من التحت. يعني نتوما اللي كانت عندكم مول زوين راه ما تعدكمش بالخدمه. صافي كنهزها بحال هكا بحال هكا ساهل، كتجي واعرة خطيرة. ثم دغيا حياتها كتجي مقادة ورائعة. دابا غندير واحد القضية زوينة دريساج، هانتوما حبيبي غندير لها بحال هكا. غادي نشد هاد المعلقة، كنشدو هاد المعلقات كنديرهم هنا وكنديرو هكا. اختياري هذه المرحله، واش ديروا ما ديروش. بالنسبه لاي كاكاو متوفر عندكم اللي بغيتو ما ديروا والو من فوق ما ديروا والو. صافي راه قديته هنا، راه جات واعره صراحه، غير جربوها حبايبي. وبالنسبه لهذاك البيسكوي راه شريته من بيم، نتوما يمكن لكم ديروا غير هرانيس وغير بغيتو ديروا كميه صغيره ديروا غير جوج بيضات وهذاك الكريم شونتي ديال 10 دراهم، وراه غتخرج لكم كميه لا باس بها. وبغيتو ديروها غير في كيسان يمكن لكم ديروها غير في الكيسان حتى هي كتجي واعره. ان شاء الله بحول الله نصوبو معاكم في الكيسان. احبابي تيراميسو، الوصفه الحقيقي ديال الطاليان انا صوبته معاكم، واعر بزاف، شي حاجه خطيره. شوفوا كيفاش كيجي الشكل ديالها. انا نقطع معاكم دابا ولكن كتخرج كميه واعره، كميه كبيره بزاف. ها انتم احبابي نقطع معاكم دابا. هانتوما احبابي ها هي، نحطها هنا. هانتوما احبابي هي هذه، وما خليتهاش في الثلاجه بزاف، يعني كون خليتها في الفريغو بزاف غادي تشد اكثر من هكا. شوفوا كيفاش كتجي. مذاق ديال القهوه كيجي خطير بزاف هاد التيراميسو، نتمنى انكم تجربوها، راه زوينه وساهله ونفرحوا بها الوليدات ديالنا. نتمنى انها تعجبكم وتجربوها وتقولوا لي كيفاش جاتكم. نخليكم دابا غادي نمشي نتبرد، نخليكم دابا كنقول لكم تهلاو في راسكم. نتمنى الفيديو يعجبكم ونتمنى النهار اللي دوزتو معاكم يعجبكم. تهلاو فراسكم وديروا بالكم، راكم عزاز بزاف. السلام عليكم.